السلام عليكم ليكيب خوتنا الاعزاء، ليكيب منصورة تاع اليوتيوب. بربي ان شاء الله كاين حلقه جديده اليوم وقصه حقيقيه على الجاهز مع اخونا حسين. راه مقيم في باريس وعنده قصه مع مراه فرنسيه ولا جزائريه زايده هنا ولا جايه من بلاد نو صغيره؟ جاية جزائرية، جاية صغيرة وقرات هنايا في الإيتيديو هنا، وعندها قصة مع تزواج وكاميرا كان. يا ربي يبارك. تفضل خويا حسين. يا كي اسمك راه حسين؟ الله يزيد فضلك. واه اسمي حسين اخويا. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا خويا ربي يحسن الله يخليك، خاتم الجميع ان شاء الله. الله يحفظك اخويا السلطان، بارك الله فيك. خويا حسين قل لي، انت جزائري الاصل ان شاء الله؟ انا يا جزائري الاصلي شلفي يا خويا، كعرف حنا الشلف الهم والشان، شلف الراي تلف. يا خويا الهمه والشان. يا خويا انا الشلف. يا خويا ربي يبارك. الله لا يبارك في الرجال تاع الشلفه. صح، قل لي كيفاش كان قررت تهجر من لأوروبا؟ نورمالمون كيفاش قررت؟ جاتك الفكرة؟ الله يعطيك الصحة. شوف أخويا، أنا كنت صغير، بديت دايما نشوف هكذا، نسمع في الفيسبوك في حاجة هكذا على الحرقة كامل. بديت نقول الحرقة علاش الناس تحرق، كنت صغير قبل كاع صغير. بديت نقول هذا أخويا كتب لي المكتوب، لحقت اللاج تاعي أخويا ترمينال، خرجت في جوست الباك ما جبتوش، خرجت للخدمة بديت نخدم، لحقت اللاج تاع 25، كان في عمري 25 سنة، تزوجت، جبت مرة شوية. مي من لخص الكلام، ما نبغيش ندخل في ذاك السوجي. كتب لي المكتوب، عشت معاه 4 سنين وربي ما كيفاش رزقنيش. سامحني، كيفاش؟ كيفاش كان قررت تهجر؟ زعما قررت زعما تجي لاوروبا اكسون؟ واش باش قررت نجي؟ كيفاش زعما؟ واش الحاجه اللي بيها زعما وصلت زعما فلوكها قصدي؟ لا انا جيت على طريق الترك اخويا سلطان. شوف واش كانت الحاجه الوحيده اللي كنت في البلاد نحوس الخدمه، ما لقيتش الخدمه، خدمت هكذا في الشنطيات، خدمت في هكذا، كنت انا خدام في السبيطار، وبعد السبيطار ما كانش فيه الخدمه، خدمت اي حاجه خدمتها. المهم على ذيك فوالا، جا واحد صاحبي كان يقرا معايا، كنا فوتنا جوزنا البيام كيف كيف، قال لي واش رايك نديرو فيزا تاع تركيا؟ هو كان دايرها من قبل ب6 مواه هكذا، 6 شهور. هيا قلت له كيفاش، انا ما عنديش دراهم وراني خدام غير في الشونطي، وكيفاش تكلفني بزاف وكامل. قال لي ما تكلفكش بزاف، قال لي ديرها. هيا درتها، خسرت عليا دراهم، هاد الفيزا درتها بالدراهم، تحط الدراهم كعار، ومي بديت نسلف. هيا درتها، كتب لي المكتوب، عطاو لي الفيزا، ركبنا كيف كيف، جينا لهذه تركيا. ما نعرفش انا تركيا كاع من ندخلها ومن نخرجها، وما مطوم من طريق الجزر هذا من تركيا بالبلقان، ما نعرف فيها والو، ما عنديش عليها هذا المابس اللي كنا نمشوا به، ما نعرفش كاع في حياتي، ما تيليشارجيتوش. اي وصلنا لتركيا، ومن ثم بدات الرحله اخويا. ضربت انا تركيا اصعب بلاد يا اخويا، 7 غربات في غربه واحده. هذا واش نسمع عليه وجوزتها ناس، والله شنو اخويا الناس تكش طالبين؟ اخويا، تركيا الناس عنصريين بزاف، التراكه خاصه كما يقولوا، يوك باراي يوك حياه، ما عندكش الليره ما عندكش دراهم ما تعيش اخويا، ويكرهونا احنا العرب بزاف. اكبر راسها مره هما التراكه، ما يكذب عليك تا كاذب. ثم كاين حراق اللي وصلوا ثم يمشي نهار ويخرج، اللي راحوا ثم لتركيا ويعرفوا واش راني نهضر. ولا قررت ثم، ضربت فيها واحد 6 شهور هكذاك، تمرمدنا يا اخويا، تمرمدنا واحد تمرمد ثم كحل. ايوه، ومن بعد كي جات ثم في كان بيرود هذاك تاع فاش يسموه تاع الكورونا، دخلت يلاه بسم الله، بدات الكورونا ثم، وتركيا كي يقولوا حظر التجوال، حظر التجوال، مكاش واحد يخرج ولا واحد يدور برا، ولا تحسب هذوك الناس كلهم موتى. ما يخرج فوالا، اي انا نقول لك الخبز يا خويا ما تقدرش تخرج تجيبه، خطر حكمني البوليس يقرب يتير عليا، ثم البوليس عنده موارين بزاف اخويا، حكمني جاب لي، قال لي ديني للدار وين تسكن. ايوا علام. واه، قال لي علاش خرجت هنا برا؟ قال لي الكورونا كان حظر تجوال، وحنا خرجنا برا باش نجيبوا الخبز، وكانت الكوش كلهم مبلعين، ما لقيناش الخبز اخويا، وتلاقينا بوليس تاع الكونترول تاع كيفاش يقولوا له تاع كورونا، هذوك اللي يدوروا برا، هذوك جابوني الدار.
واحد حط يدو على الكليه كيماك ما بغاش يقلعها، قلت له غير تيري عليا وهنيني من دي الدنيا. والله العظيم هم مازالوا معايا ناس حيين مازالوا، والله لا ما ننساش طول حياتي هذاك الجست اللي داروا لي. ليسونسيال اخويا سلطان، هيا بقينا تما نتمرمدوا يا خويا، وصرت لنا اللي صرت لنا، وكان الدراهم ما عندناش تما. خدمت انا واحد خدمت في كيفاش يقولوا له، خدمت في الوزين تاع لي ماسك، وين يصنعوا لي ماسك في تركيا تما. صورنا غير شويه اللي كتبها لنا الله، ايام ومن بعد جاتنا الحرقه. بداو كان صرات تما واحد التزيريين ما بغاوش يخلوهم يباتوا في لوتيل كامل، جابوا لهم الطياره ودوهم في جل كورونا. لوتال كيفاش نقولوا، الحجر الصحي ولا الحجر الصحي؟ ولا الحجر الصحي، الله يعطيك الصحه، ولا داروا حجر صحي يا خويا تما، جابوا طيار. انا بغيت نرجع للبلاد تما، خلاص اخويا فشلت، بس كل الطريق كانت صعيبه تركيا باش تخرج، كانوا مزيرانا بزاف، وكانوا هذاك الوقت تما كاين قبضوهم العسكر تاع اليونان، عراوهم يا خويا وضربوهم، وصرا لي صرا يطلقك يا خويا بالبوكسير، العسكري يضربك يكرفسك ويخليك يطلقك غير بالشورت. درت انا رحله واحده، سامحني، شكون حركهم انتوما؟ كيف حتى وصلت للسلك؟ كيف عرفت انت؟ اخويا انا اخويا ما خلصت لا والو، حركت الروح يا خويا. كانت جماعه، انا خرجت غير مع المغاربه، المهم نحاول ندخل شويه نجبد شويه، المهم كانت الطريق مزير اخويا. كتب لي الله سبحانه وتعالى اني خرجت مع مغاربه، كنت انا مولي البلاد، هيا خرجت مع مغاربه، وكانت طريقنا شويه درنا طريق بزاف. انا درت من تركيا لليونان درت 21 يوم، انا دارنا في البلاد قالوا بلي قالوا بلي انا مت صايم صايم. سمعتني يا خويا؟ ولا قال لي طيب شحال ضربتوا طريق باش وصلتوا لليونان؟ اخويا شحال كاين من كيلو؟ كاين واحد 650 750 هكذاك. 650 750، شحال ضربت فيها؟ نهار يومين؟ نو درت فيها 21 يوم، انايا مشيتها كاع للرجل، حتى للشباك؟ نو انا ما قطعتش للشباك، هذاك الوقت الشباك كان مبلع، ضربت على الواد انا صح. وكي وصلتوا في شحال ضربت تيسالوني. تيسالوني؟ فوالا كي توصل للتيسالونيكا اخويا، ضربت انا في الكامب، قعدت واحد 8 ايام، استنيت باش جاوني باش فتحت التليفون وهدرت مع دارنا، ودارنا يتباكى وقالوا لي حسابنا مت صاي، حسابنا هذيك. وكاين جماعه الله يرحمهم ماتوا معنا، ماتوا جماعه بزاف في الواد، كاين اكبر مقبره تحرقه في اليونان. على بالي بكري ماتوا فيها فوالا بلديس. واد ادريس القاتل يا اخويا، هذاك الواد غير ربي اللي يعلم بيه يا اخويا، كي تشوفوه لحد الساعه انا نرقد ونهترف بيه يا اخويا. صح، في 2010 كان كالي 1200، في 2010 كان ولا كالي كل عام ياكل الاف، كل عام ياكل بزاف، والناس يموتوا فيه. سبحان الله اخويا، مالناش نقطعوا غير احنا، كاين الناس اللي يموتوا فيه، العالم تركيا يا اخويا بلاد سياحيه، العالم يجي ليها. احنا وين نبانوا؟ احنا الجزائريين والمغاربه والتوانسه وين نبانوا؟ ليسونسيال اخويا، مين كملت الطريق انا من تيسالونيك، كملت الطريق، ضربت انا ما ضربتش على صربيا كيما الجماعه يجوا على صربيا، انا ضربت على البانيا، رحت لتيرانا، هذه رحت لالبانيا وضربت حتى وصلت لتيرانا، ضربت الجبل الاسود هذه مونتينيغرو، رحت للبوسنه، هذه البوسنه مقبره الحراقه كما يقولوا، ضربت فيها واحد قريب شهر باش خرجت الحدود. والتمرميد كحل عدويا يا خويا، عدويا اللي قتل لي بابا ويما، ما نتمنى لهش ديك الطريق. وعلى جو صف 2010 ماشي ولا سهل. ولا مهم اخويا، وصلت البوسنه بقيت نتمرمد اخويا تما، درت رحله على كرواتيا، راك عارف كرواتيا طيحتني، مشيت 5 ايام مع واحدين جماعه، طيحتني الدرون في الليل، داوني العسكر، ما طحت اخويا سلطان حتى في كرواتيا، طحت خطره برك، خطره واحده ما طحتش كاع في اليونان كي دخلتي صالونيك؟ جايب صعيب هذا كاع يجي جايب معايا صالونيك. ولا جايب معايا تليفون من البلاد وباور بانك والسنترياس على العسكر، لحد الساعه ما زالوا عندي، لحد الساعه الله يبارك. ضارب ب 11 بلاد، ها ضارب باور بانك ب 11 هذا بلاد، خاطي او باور بانك انا ترمالي غير ما رميته، يعطيك الصحه. ولا جبته معايا من البلاد فيجن، هذاك جبت معايا وحده شاريه فيجن جيب معاك فيجن. المية. ولا ليسونسيال يا خويا سلطان،
مشيت كي دخلت البوسنه بقيت هكذاك نتمرمد. دخلت الكرواتيه، استغفر الله يلا، دخلت الكرواتيه طيحتني الدرون، جاو لي العسكر، داو لي التليفون، داو لي الباور، داولنا كلش، حنا خمسه. ومن بعد كي نكتب لنا المكتوب هزونا في واحد كيفاش فرقوا، بقات الدور بينا، بقينا نطلبوا في الموت، قلنا لهم قتلونا وما تدخلوناش هكذا نتعذبوا. وساونا كيفاش نقولوا حنايا، فرقوا غير صغيره عمروها لنا بالحراقه، وبقوا غير يدوروا بينا، بدينا قلوبنا قلبناهم يا خويا. ايا عطيقونا، عطاو لنا التليفونات، ما داو لنا حتى حاجه. من بعد حلفت على جنقل، قلت والله ما نزيد نقطع هذه الغابه ولو كان نقعد هنا. بقيت نتمرمد يا خويا، عرفت ناس، هذوك الناس عاودوا ضربوا الطريق اللي ضربتها، وصلوا وانا بقيت غير مع المونتاج. دوك دخلت للمونتاج، قلت انا غير نتمونطا في شي سيمي. هيا علمني واحد المغربي، علمني المونتاج كيفاش نتمونطا في السيول، في اللاكس، في ذيك في ذيك. المهم الله يجيب لي الخير ساعه الله كذا. يجيب المهم لك خير ان شاء الله. انت صالونيك قلت لي ضربت في السيور، يعني كيف باش وضربت تحط انا من البوسنه، انا ضربت من البوسنه، من واحد الفيلاج، ضربته هذا تاع السرابه، هذو السرابه خويا كنا فيه، كانوا زوج مغاربه، الله غالب، هذاك الشيء كانوا رابطين في واحد السكه، فات عليهم التران قتلهم تما يا خويا، طحنهم دفنوهم لحد الساعه في واحد المقبره، راني حاضر فيها، في واحد المقبره تما في هذا الفيلاج، وهذا الفيلاج فيه المسلمين وفيه السرابه. هذه وين؟ هذه وين؟ هذه في الفيلاج، نقول لك الفيلاج يقولوا له بانيا لوكا، حد بالك كون يقول لك واحد ده، وحد اوتوكا، غير من اوتوكا تمشي ليه 11 كيلو، فيلاج تاع سرابه. كانوا مكسرين فريت ثلاثة اشترى قسمهم. جا كانوا راقدين في الليل، كانوا راقدين في السكه وما عرفوش باللي السكه فيها الترا، ومتعبوا كامل كي رقدوا، جات تران راك عارف من ذاك الحس، وكاع كي يقيسوك في الواد وما تفطنش. المهم جات تران قتل زوج مساكين، طحنهم يا خويا قتلهم، وهذوك زوج كداوهم البوليس وبصموهم طايحين في اليونان، واحد طايح سوري وواحد طايح تونسي وقيل، الله اعلم، مش طايحين راك عارف. واسماواتهم؟ سماواتهم ما كاش اللي يقدر يعرفهم اخويا، انا كنت مت في الواد، شكون اللي يعرفني باللي اسمي الحسين؟ قول لي، ماني رافد حتى ورقه اللي تثبت انايا باسمي حسين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله لا لا الله يرحمهم ويوسع عليهم اخويا، بزاف ناس ماتوا. وبعد هذه في كرواتيا، انايا اعوذ بالله من كلمه، انا فتنا على المين، هذيك المين اللي طرطق في الطريق فتنا عليا. والله انا بعد ما وصلت كاين جماعه واحد اخرين طرقت عليهم، واحد كتلاته وواحد قطعت له رجليه، معمره الغابه تاعهم بيها اخويا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. واه حتى هذا المين كاين في البوسنه، كاين في بلايص في البوسنه، في كرواتيا بزاف، في واحد الغابه، بس كو يقولوا الانجليز بكري احتلت هذه كرواتيا، على ذيك صرات هذه المشكله هكذا. حبيبي اسمك حاب تقول لي مليون، انا ما طولتش فيها، طلعت على رجليك حتى نو نخدم. ضربت 8 شهور انا غابه يا خويا، 8 شهور باش تحرق. 8 شهور باش وصلت المقدونية. من الله انتي نو صالوني ما ضربتش على مقدونيا، 8 شهور انا جيت البوسنه، كاين ناس يجوا من تيسالونيك يضربوا لصربيا، وصربيا يجوا على هنغاريا ورومانيا، ويجوا على يجوا من ثم هذيك الطريق باش يدخلوا للنمسا، سمعتني، لوتريش. حنا جينا في طريق واحد اخر، حنا الطريق تاعنا اللي تدخل ليها تدخل للطاليان، تدخل لتريستا ولا للطاليان، هذيك هي. انا طحت في كرواتيا قلت لك، عاودت رجعت ضربت مونتاج، اسمع لي يا خويا سلطان، ضربت مونتاج من البوسنه من هذا الفيلاج بانيا لوكا، ضربت مونتاج في اللاكس، نوري لك الفيديو تاعي تبكي، تقول لي ماكش انت بوجهي، وتقول لي سي با لا بان الا كنت هيا. لا لا اسمع والله العظيم، راني نقول لك كيما يقول لك اللي ما عنده شهاده كذاب، انا خليت ذا الفيديو غير كي نتفكروا ذاك لحد الساعه، راهي عندي عامين ولا 3 سنين، كي نتفكروا نبكي. ضربت في اللاكس، راك عارف اللاكس وشنو هو؟ الله سيمي طلعت في لينك البابور داني والله لينك. اللاكس راه غير حديد روندي، زوج رود منه وزوج رود منه، زوج رودات حطهم عند راسي، حط ساكاد وغير متكي، وروده هنا عند رجليه، ولا الساك 18 ساعة، سمع 18 ساعة باش حطني في الطليان، 18 ساعة. صاحبي بيقول لي ما عقبتش الحبس في لاكراس.
منو؟ لا لا الحمد لله، قلت لك ما طحتش انا، ربي سهل لي طريقي، دلي لي سهل. قلت لك طحت في كرواتيا سي تو، في كرواتيا مقدونيا هادو كاع في التعليم نورمال. في التعليم كامل نورمال، ما طحت حتى طحت في كرواتيا، طيحتني الدرون هذيك الليله اللي طيحتني في اللي طيحتني الدرون. لا حبسونا، الجو لينا العسكر غير استناونا في الكوتي كيما ضيق، حبسونا قبضونا وضربونا، ما ضربوني هنا ضربونا بالحصى، حصل لك لينا. يا الله محمد رسول الله. من بعد هذيك كملت محبوبي دخل في كيفاش تكمل لي دخل كرواتيا؟ كرواتيا اخويا قلت لك كرواتيا تبقى لي سلوفينيا، انا طحت في كرواتيا، مشيت 5 ايام في الليل وطحت في كرواتيا، ما كملتش الطريق، عاودوا يرجعونا للبوسنه للحدود. المهم في الحدود كي رجعونا صاي تعاود تحكم طريق واحد اخر. المهم انا قلت ما نزيدش نضرب هذا الجنجل، هذه الغابه، الغابه بس كنت مرمت فيها، شربت العذاب لحد الساعه اخويا سلطان، لحد الساعه هذيك الشوك تاع كرواتيا، لحد الساعه ما تراسلي في رجلي، انا رجلي بيضاء لحد الساعه مازال ما تراسلي في رجلي، تحسب وحمه في رجلي. وري رجلك ورا نمشي. لا معليش اخويا اجا بعد اصبر معليش اخويا، ممكن يبان وجهك ينحيه ناصر ما تخافش. ما يبان جوجي يا اخويا. ما زعما قصدي كي تفتح الكاميرا يجي وجهك ما تكسرش راسك، كي نقول لك ما تصيبوش وجهك ما اي تصيبوش. وينها وحده بعد هذه هذه بزاف، هذه برات شويه، هذه بقات حاشاك تسيل من اللي بالقيح والدم، حتى يا اخويا حتى وصلت لسويسرا. سمعتني؟ حرف اسمع يا هذه اسطى. الاخرى، ارجع ارجع بعد الاخرى، شوف طلع رجلي. شويه طلع شويه تليفون. رجلي كحوله بالضرابي كيما رجليا من لا يا الشطاطيب. اخويا انا مكاش رجلي، ما فيهمش الضرابي، غير فيهم هذه يا اخويا، والله غير فيهم هذه. يا صاحبي سمعتني يا اخويا سلطان؟ لا اله الا الله محمد قلنا رسول. فوالا. المهم اخويا سلطان هذه رجلي بقات تسيل، دخلت للبوسنه ودرت الدواء ودرت واش درت، ودخلت لالبانيا للسبيطار كيفاش يسموها البانيا، دخلت لتيرانا هذه العاصمه تاع البانيا، كانوا جماعه يضربوا من ثم في الباطو، يضرب ديك الطليان، من بعد انحرق ديك الطريق قليل، بداو يدخلوا مونتاج في الرموك في السيمي، يدخل في الباطو ومن بعد يجيبوك ديك الطليان، لكن انحرق ديك الطريق واحد وزوج تصدق له. المهم انا جيت اخويا رقدت في اللاكس، ربي سبحانه سخر لي ملائكه حفظوني، راني نقول انا ابعته لي حطه في الموقف. اسمع خويا سلطان، انا ربي عطاني حياه واحده اخرى الحمد لله والشكر لله. ولا باش يا نقول اخو لك بعد احنا ما ما تقول لي جيناش، حطه في اسمع لي الموقف. يا خويا سلطان، احنا ما جي اسمع يا خويا سلطان، انا ما جيتش هنا الغربه باش نقول لك انا نتكبر، ولا جيت انا جيعان، ولا الحمد لله والشكر لله. احنا انا نشل في عايش في البلاد، ما نش نقول لك برزقي ولا نو، انا اكون عندي رزقي بالك ما نجيش هنا نتغرب على والديا وكامل، عايش قدي وقد حالي لا غالب، لكن هنا كي جينا ما نتكبروش على الناس، ولا انا نهضر على نفسي، نمثل نفسي فقط، ما نهضرش نقول لك حنا نمثلوا كاع الشلالفه ولا نمثلوا كاع ديك. المهم لي سوسيال لا خصك يعني، فوالا كل واحد كما يقول ولا تزر وازره، كل وزره واحد وزيرة وزارة أخرى، كل واحد يمثل نفسه. الله يعطيك الصحه. فوالا المهم اخويا جيت وصلت للطاليان، ضربت في اللاكس وصلت للطاليان، حمدنا الله وشكرناه، كان معايا تمونطيت انا واحد مغربي بعد اللي كان يعلمني في المونتاج، المونتاج شحال ده ضربت تحت السيمي؟ شحال ضربت تحت السيمي؟ ضربت 18 ساعة، هو يمشي بيك. هو يمشي بي، يحبس بي 3 خطرات، وشوف سبحان الله، ها ربي كي بغى يسهل لك حاجة خويا سلطان، ربي كي يسهل لك حاجة واحد ما يقلع حالكش. تقلبنا تقلبنا في كرواتيا في أخطر واسمه كيفاش يسموه لاباف اللي يتقلبوا فيها الرموك، حنا 3 بوليس 4 بوليسية علينا، انا البوليسي طلع عليا من الروضة هكذا. وما شافوا هي يدخل تحت. دخلتها اسمع اسمع، وجا بوليسي من لاريير ويشوف لي هكذا وما لقانيش، وجات بوليسية عند صاحبي غير هكذا تشوف لي وجه في الوجه هكذا، العين في العين وما شافتوش، وطلعوا لفوق ويشوفوا وربي سبحانه سهل هذا. هذه في لاباف اخويا، في لابا في كرواتيا وسلوفينيا، ما تقلبش رموك بس كانت سهله تما، كل مره وكيفاش اخويا، وهذه البلاصه اللي تقلبنا فيها طايحين فيها بزاف ناس، على كل حال كل واحد مكتوب، ودائما نقول كل واحد مكتوب.